ثقافة الاهتمام بالعربية ده أنا شخصيا بعتبره مش مهنة. ده لازم يبقى رسالة، لازم توصل للعميل أو للشخص أو للإنسان العادي اللي راكب عربية إنه لازم يهتم بعربيته عشان يحافظ عليها أطول فترة ممكنة تبقى معاه. فأخد من كلامك بقى وأقول لك موضوع ثقافة العربيات. النهارده عربيتك لازم تبقى عارف اتليست الحاجات الصغيره البيزكس، الحاجات اللي هي البسيطه، ابقى عارف عربيتي ايه. انا داخل النهارده سامع بيبو بيقول لك انا ما بمدش ايدي في العربيه خالص بس لحد ما كل الانوار تنور. استنى لما توقف خالص بالنسبه لي عامله زي يعني العربيه تبقى عامله صيانتها او اللي فيها، مثلا لو حد قاعد يقول لي على اللي فيها بتبقى عامله كانه بيتكلم الماني ياباني بيتكلم حاجه انا مش عارفها. لا بس خليني اقول لك يعني اتليست لازم تبقى عارف على الاقل خالص الحاجات الاساسيه البيزكس. النهارده البيزكس يعني ايه؟ مثلا بغير زيت عربيتي امتى؟ 10,000 ولا 5,000؟ نوع الزيت ايه؟ زيت الفرامل بيتغير كل قد ايه؟ زيت الفتيس كل مش عارف ايه؟ التيل بغيره كل ايه؟ انا طبعا هقول شويه مصطلحات اكيد معظم الناس بقت عارفاها خلاص، اللي راكب عربيه النهارده عارف اللي انا بقوله يعني. فلازم تبقى انت عارف بيزكس، مش بقول لك خش في تفاصيل. معايا مثلا النهارده انا شايف ان كل الناس لازم يبقى معاها العوامل الاساسيه في شنطه عربيتك. الكمبريسور النهارده بقى مطلوب مثلا، منفخ الهواء الصغنن الجميل ده اللي تحطه في التشارجر، العجله نامت اروح طق في الولاعه واشتغل على طول زي الفل. معايا باتري تشارجر النهارده البطاريه بقومها، او الكابلين لو حد معدي اقول له بس اديني وصله، مش هستنى يكون معاه هو وصله عشان يوصل لي بالظبط. انا معايا الكابلين بتبقى حوسه فعلا، بتبقى حوسه بقى ولو واقف في الشارع او مسافر وكده والعربيه مش بتدور، البطاريه نامت، مشكله موضوع. فالنهارده لا اتليست ان احنا النهارده كل واحد في شنطه عربيته البيزكس، العده مش عده يعني النهارده بقول لك ما دي من ضمن العده منفخ مش عارف بالظبط ثوابت بالظبط كده، دي مهمه قوي.